مرحبا، حلقة جديدة من صحتك بالدنيا تجمعنا سوا مشاهدينا لنتعرف على مواضيع كتيرة بتهمكن. موضوع حلقتنا لليوم هو اضطرابات النوم. رح برافقنا خلال الحلقة دكتور الياس باشا، دكتور مرام حكيم، ودكتور هند دخيل. بدي ارجع اذكر المشاهدين انه فيكم تتواصلوا معنا وتطرحوا اسئلتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واذا كنتم حابين تطرحوا اي سؤال مباشرة على ضيوفنا فيكم تتصلوا على رقم الهاتف الموجود باسفل الشاشة. اما هلا ومثل كل حلقة خلينا نشوف شو هي اخر الاخبار الطبية بهذا الريبورتاج. الأكل بالليل وبوقت متأخر مش بس بيعرضنا للسمنة، إنما أثبتت الدراسات إنه للأكل بالليل خطورة كبيرة على صحة الإنسان بصفة عامة وقدراته العقلية بصفة خاصة. فتناول الأكل بساعات متأخرة ممكن يعطل وظائف التعلم والذاكرة عند الإنسان، لأنه جسمنا بهيدا الوقت بحضر حاله للنوم. لهيك وللحفاظ على صحة جسدية وعقلية جيدة لازم اتباع جدول زمني محدد بيسمح لجسمنا العمل بشكل طبيعي. سوا منرحب بالدكتور الياس باشا اختصاصي بالجهاز العصبي واضطرابات النوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور بيكي. نورت الاستوديو. أهلا. دكتور قبل ما نبدأ بحلقتنا رحنا نشوف نحن وياك تقرير عن موضوع حلقتنا لليوم. يعتبر النوم حالة طبيعية من الاسترخاء بيطلبها جسمنا يومياً لساعات محددة حتى يستعيد نشاطه، والنوم هو حالة يدخل فيها الجسد حيث بتقل حركاته الإرادية وشعوره بمحيطه، ولكنه ليس خمول بوظائف الجسم العقلية والجسدية، لا بل على العكس بيحدث خلال النوم العديد من الأنشطة المعقدة على مستوى الدماغ والجسم. وقد كشفت الدراسات أنه عدد ساعات النوم بيختلف من شخص لشخص، ولكن بيبقى العدد المثالي هو 7 ساعات. رح نبلش مع الدكتور. خلينا قبل ما نحكي عن اضطرابات النوم، شو هي مراحل النوم؟ مراحل النوم هي أول شيء النعاس. نعم. ثاني شيء بيجي نوم خفيف، نوم غميق، وبيجي الحلم. بياخدوا 90 دقيقة، لأنه الساعة البيولوجية اللي بتتحكم بالكون هي 90 دقيقة. بنعيد هالدولاب، بنسميه دولاب، قروا 5 مرات ل7 مرات كل ليلة. كم ساعة نوم بيحتاج الجسم؟ أقل شيء هو 5 ساعات ونص. أقل من هيك بيصير البني آدم بيخلق دين للنوم. شو يعني دين؟ يعني ما نام ساعة أو نص ساعة، بده يجي وقت معين ينامهم بنهار تاني بليلة تانية. بس في عامل وراثي مهم كتير، وعامل مهني. لنقول إنه واحد بيكفيه 7 ساعات، ولكن هو بيتدرب ماراثون مثلا، أو أينشتاين مثلا بيشتغل طول النهار بعمليات حسابية، أو بيشتغل بالبورصة مثلا. رح نحكي دكتور، لازم يزيد عدد ساعات النوم. رح نحكي أكثر عن مراحل النوم، بس هل كل إنسان لازم يمرق بمراحل النوم اللي ذكرناها؟ لحتى يكون نومه سليم وكامل. لأنه في نوم منيح وفي نوم عاطل. ليه النوم يكون عاطل وقت ما بيكون مثلا بنقاسه الحلم؟ وعدد المرات اللي قلتها 7 مرات؟ أفضل 7 مرات بيقوم شبعان نوم. كل مرحلة لها وظيفة، شو هي هالوظائف؟ أول وظيفة هي النعاس. يعني النعاس هو نتيجة هرمون بيفرزه الدماغ من غدة معينة اسمها غدة الصنوبرية. الهرمون هي بيشل الوعي، لأنه هلأ نحن هالدماغ بيشتغل، أما بالنوم ورا، أما الاثنين يشتغلوا سوا كارثة. فإذا أول مرحلة هي أنه ينشل الوعي. تاني مرحلة اللي هي النوم الخفيف، هي الفترة اللي بيتركب القرار النهائي
لموضوعات عدة بالحياة. يعني اللي بده يعمل سيمفونية بيخلقها خلال النوم الخفيف. لهيك اضطرابات النوم الخفيف اللي بتفتفت النوم الخفيف بتخلي الواحد يصير عنده تردد، خوف، فشل، بالآخر بيتقوقع، بيبتعد عن الناس، فاهمة؟ فالنوم الخفيف هو مهم كتير. النوم الغميق هو بيهتم بالجسد بس مش الذهن، يعني حيريح التنفس، حيريح الضغط، حيشل العضلات، حيقوي المناعة، حيرجلج الهرمونات اللي هي للميعاد والحياة الجنسية وهيك شيء. فإذا هو بيهتم بالجسد فقط، بيجي بعده الحلم، ما له علاقة بالجسد، هو له علاقة بالذهن. يعني أول شيء هو مسؤول عن الذاكرة، بيدون الذاكرة لأبد الأبدين، هو اللي بيحل التحديات النفسية. يعني نحن بنعيش بحياة اليوم، أنا ما فيني اشتري غير سيارة شفتها بسوقها بالليل، بتلاقي الأولاد عم بيسوقوا السيارة، بتلاقي الولد عم بياكل لأنه ما أكل آيس كريم كفاية. هي تاني شيء. تالت شيء هو المقوي للجنس. يعني الرجل بس يمرق بفترة الحلم بيصير معه انتصاب حتمي، ما في أخذ وعطى. يعني المرأة بيصير نفس الشيء، الإفرازات الحوضية بتزيد خلال فترة الحلم. بالتالي كل فترة، كل مرحلة إلى وظيفة مختلفة. كنا عم نحكي إنه بالمرحلة الثانية الإنسان اللي بيركب سيمفونية، فينا نحكي شوي عنه؟ أيوة. يعني هل إنه هذا الشخص بيكون مبدع أكثر من غيره؟ 100 مرة. شوفي، بني آدم عنده شغلتين أو بيخضع لشغلتين، لأنه الكون اللي هو عايش فيه هي شغلتين، ظلام وضوء، ظلام وضوء، لأنه عم نبرم حوالين الشمس. يعني ليل نهار، ليل نهار، وظيفة النهار هي العمل. نحن شو عم نعمل؟ عم نشتغل لننتج. بعدين بس يكون عندنا إنتاج، أول شيء الغريزة هي بتفتش عن محل تنامي فيه، يا إما كهف يا إما بتشتري بيت. تاني شيء بتفتش على شريك. تالت شيء بتجيب أولاد، اللي هي الرسالة، رسالة النهار، إنتاج ويحقق رغباته، أحلامه أو وجباته الطبيعية. أكثر من هيك ما في شيء بالنهار. أما بالليل بدك تهتمي بالقرار، بدك تهتمي بالهرمونات، بدك تهتمي بالمناعة، بالذاكرة. فإذا وظائف الليل ما إلى أول ولا آخر يعني بالنسبة لوظائف النهار ولا شيء. فينا نقول أنه كل قرارات حياتنا النوم بيتحكم فيها؟ إيه ولا، لأنه القرار كمان بيعتمد على التفكير خلال الوعي، وبيعتمد على شخصية معينة. يعني مثلا أنا تورس، أنا عنيد جدا، لو مشيت بهالطريق ما في حدا يوقفني أبدا، ما يكون جبل أو شيء عنيد. أنا بأمن أنه العند، لو استعملتي العند بطريقة بناءة هو بيساعدك. فإذا في شخصية الشخص كمان اللي حياخد القرار. ولكن خدي بني آدم نومه عاطل أو نومه غير كافي، بيقوم تعبان، بيقوم قرفان، ما بدوش يحكي مع سكرتيرته، ما عم تفهمي؟ بس في ناس كثير بنعرفهم بيناموا 4 ساعات وبيقولوا هول 4 ساعات بيكفوني. اتفقنا، كل التجارب تثبت عكس هالشيء. كيف يعني؟ يعني طب النوم مثلا، خدي طب مثلا القلب، بيعملوا ميل، بيشوفوا صور، نحن ما عندنا هالشيء. نحن بنجيب تلاميذ بنحطهم بقوة، كل تلميذ جامعة بنعطي له $20، مش أنا، نحن ما عندنا أبحاث بلبنان، بس برا طب النوم مبني على الأبحاث، بيشوفوا عدد ساعات كافية، بيقوم لو 4 ساعات بيجاوب على أسئلة، واحد تاني 5 ساعات، واحد تاني 6 ساعات، بيلاقوا إنه أقل من 5 ساعات ونص الذاكرة حتنضرب، الدقة حتنضرب، الدقة بالسياق، بالسواقة، السواقة مش كل شيء، في أمراض غير، في ناس بالمعامل بتشتغل بتعمل أخطاء تحت الـ5 ساعات ونص. في غير أمراض ناتجة إذا إنسان بينام 4 ساعات؟
أو أقل من 5 ساعات. كي يعني أمراض؟ قبل ما نجاوب خلينا ناخذ اتصال. رح نتابع الحديث معك. كنا عم نحكي عن طب الأمراض اللي النوم، بتنتج عن طب قلة النوم. النوم عنده اضطرابات، ما عنده أمراض، بس اضطرابات. ولكن لو بتقبلي بالاضطرابات وما بتخلصي منهم حيخلق أمراض. أمراض. هيجيب لك سكري، هيزيد الشحم، هيجي لك ضغط، هيشيل لك ديبريشن، هرموناتك هتتلخبط، حياتك الجنسية هتروح. ما في مزح بالنوم، بدك تعطي حق للنوم، ما فيك تتاجري بالنوم. هتتاجري بالنوم هتدفعي الثمن بحياتك النهارية، ما في أخذ كل وعطاء. مرحلة لها اضطرابات خاصة فيها. أيوة طبعا كتير. أي نوع؟ أوكي، أولا النعاس، في ناس ما عندهم نعاس. منين بيجي النعاس؟ من شغلتين، لازم توفري للجسم أولا الظلام، بتلاقي لآخر دقيقة قدام الشاشة، بعدين بياخد الشاشة على، يا إما عنده تلفزيون بأوضة النوم، يا إما بياخد اللابتوب أوكي، أو بيحكي على السليولار. التليفون هلا السليولار بآخر النوم بيشل الغدة، الغدة هي غبية ما بتعرف إنه هيدا شمس وهيدا ضوء أوكي. تاني شيء لازم درجة حرارة الجسم تنزل تحت 37، انه تروحي تركضي وبعدين تيجي بتنامي، او تاخدي حمام سخن وتنامي، او تاكلي اخر وجبه قبل ما تنامي بثلث ساعه، هيدا كله بيخلي ما في نعاس. وممنوع تمرقي على اوضه النوم بدون نعاس. ممنوع تقولي انا صرت باوضه النوم لانه الساعه 10 ونص لازم انام 10 ونص لفي الساعه 7. طب ما هتقعدي مش هيجي النعاس، هتنامي من كيف؟ اذا اول شيء المرحله الاولى كل العوامل اللي بتخلي النعاس يختفي. تاني شيء النوم الخفيف فيه اضطرابين. اضطراب بيجي عند النسوان اللي هو اسمه ريسلس ليج سندروم، بتلاقيه بتكربس اجريها، بتمرق بالنوم الخفيف فجاه كرامب، اجري كتير بتقوم اختفى النوم، او كسكسه اسنان. نعم. كسكسة بتخليك تطلعي من النوم الخفيف. رح نكمل موضوعنا دكتور معك بس قبل ما انا اتصل. اوكي. الو. الو مرحبا. مرحبتين. معك عصام، عم بحكيك من دبي. اهلا وسهلا فيك عصام. على البروجرام الحلو وبحيي الدكتور اللي معك. شكرا لك عصام. الموضوع كثير لفتني لانه عم بصير معي كل يوم. نعم. ما في عندي اذا بدك سكادجول معين بالنوم. كل ساعات من ورا الشغل وهيك، وحتى وقت اجي لنام ما بقدر نام قد ما بكون الدماغ عم بفكر. نعم. فكيف في طريقه اقدر اعمل شت داون اما افصل الدماغ لاقدر نام بسرعه؟ ما سمعت منيح. عصام بس يجي لينام بصير يفكر كثير وما بيقدر ينام. اتفقنا. شو هي الطريقه اللي بده لحتى يفصل حاله عن كل شيء برا ويقدر ينام؟ اوكي. في برنامج اسمه سليب هايجين، كيف في دنتال هايجين؟ هايجين اللي هو مكون من شغلتين. أول شغلة عم نحكي فيها لازم يحضر حاله، يعني ثلاث أرباع ساعة قبل النوم بيقولوا أنا انتهى النهار، لازم أعمل هالشيء آخر دقيقة، لا ما فيك تعمل هالشيء آخر دقيقة. بدك تعزل حالك من كل نشاط اليومي، تلاقي محل بعيد عن الضوء، الضوء لازم يكون خفيف، فيه يقرا، فيه يستهلك اشياء بتقوي وبتجيب النعاس. مثل اهم شيء هو الحليب الدافئ. في قبل ماده النوم. اسمها قبل ما ينام كاس صغير، ياكل تين او بلح ناشف. في ماده اسمها تريبتوفان تتحول الى ميلاتونين. انا ضد انه واحد يروح على الفرماشيني ويشتري ميلاتونين. اوكي، ياخد ورقة صغيرة، شو عنده بالنهار يعمله؟ بيكتب ورقة، بدي اروح على البنك، بدي ما بعرف شو، ما بعرف شو، يعني ببطل يفكر، بيتركهم برا، بيترك سلوليره برا حتى ما يفوت على التخت. اوضة النوم هو محل مقدس، ولا في تلفزيون ولا في بسينات ولا في الوان ساطعة ابدا، له مواصفات خاصة، مثل الريستوران له مواصفات خاصة. نعم. قد ما بيطول موضوع معه ما يمرق على أوضة النوم وهو مش نعسان. حتى الألوان بأوضة النوم بتأثر؟ كله بيتغير. يعني مواصفات أوضة النوم اللي هي نحن بنقول في
اوضه نوم صديقه للنوم وفي اوضه نوم عدوه للنوم، عم تفهميني؟ اي الوان تنصح فيها لحتى يقدر الواحد؟ كل الوان، يعني اخضر غامق شوي، ازرق غامق، ابيض. شوفي اوض النوم هون بلبنان كله ابيض، هناك كله ابيض. الابيض بيوحي بالوعي، بتلاقي مثلا حاطط حصان، كيف الحصان عم يركض؟ اوكي، حط لي منظر للبحر بغروب البحر. الانسان اللي بيشوف الغروب عينيه بتعطي معلومات للساعه البيولوجيه، بتعمل فيديو، بعديها بثلاث اربع ساعات تبعت خبر للغده، بيعمل ميلاتونين. اهم شيء البني ادم يشوف غروب الشمس قد ما فيه. نحن عايشين بلبنان على البحر، اسالي 100 شخص مين بيخلي اولاده يشوف غروب الشمس؟ من اهم العوامل الاولاد بتلاقي صعوبه انه تنام، ها؟ بنقول لهم اول شيء خلي الصبي قبل ما ينام، الصبي قبل ما ينام في روتين منه حمام، خليه يمشي حافي اول شيء على الارض. كنت بدي اسالك، هل الحمام قبل النوم بيوعي او بخليك تهدى اعصابك وتنام؟ لشو نوم قبل الـ 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 الحمام قبل النوم؟ ما انت حتعرقي بالليل، شعرك اللي بيروح ما بيروح الا بالليل، البشره بتتجدد بالليل، زائد بيصير اشياء ثانيه بالليل، واحد بيهوي حتقومي تتحمامي يعني كمان. يعني بتفضل الواحد ما ياخذ حمام قبل ما ينام؟ يعني صار في تغييرات كثيره بتصرفات الانسان مبنيه على طب النوم. يعني مثلا ما بقى في برا المدارس كلها، يعني نحن مدارسنا من وعي الولد بكير، بيكون بالبوسطة نعسان، بيوصل نعسان. مدارس أخرت بدء المدرسة بساعة، شو بيصيروا؟ قولك نتائج النجاح، قولك عم تعلى. ليه؟ لأنه سمحتي للولد ينام ساعة أكثر، قولك ساعة أكثر. يعني في دراسة طلعت أولت امبارح. نعم، رح نكمل دكتور، بس قبل رح نتوقف مع بريك اعلاني، بس قبل ما توقف مع بريك اعلاني بدي ارجع اذكر كل المشاهدين اللي حابين يطرحوا اي سؤال مباشره فيكم تتصلوا على الرقم الهاتف الموجود باسفل الشاشه. بريك وراجعين لكم.
وصلنا مشاهدينا إلى الجزء الثاني من حلقتنا مع الدكتور الياس باشا. بدي أرجع أذكركم أنه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كنتوا حابين تطرحوا سؤال مباشرة على الدكتور الياس فيكم تتصلوا فينا على الرقم الموجود بأسفل الشاشة. دكتور الياس، كنا عم نحكي عن دراسة جديدة طلعت أول امبارح، فيك تقلنا شو هي هالدراسة؟ وجامعة تانية بأمريكا. الدراسة بتوضح قديه نتفة قلة نوم ممكن تأثر على الإنسان. دراسة مبنية على 550 شخص راقبوهم لمدة 6 أشهر، حرموهم من نص ساعة بالأسبوع، مش كل يوم، بالأسبوع. زادت نسب السكري والضغط والفاتس الليبيدز ب 17%. قد ايه تقريبا كانوا عم بيناموا؟ لا، هم كانوا بناموا منيح. حرموهم من نص ساعة بالاسبوع. شوفي الشباب تبعنا، شوفي الجيل اليوم قد ايه بيبعزقوا بساعات النوم. هالشيء حيأذي بكل الحالات يعني. طيب يلي ما بينام كثير بالليل كيف لازم يعود؟ اللي ما بينام بالليل، ليه ما بينام بالليل؟ يمكن في مراكز، في مراكز بيهتم بالغذاء، في مراكز بيهتم بالنوم. فاذا النوم منه صدفه، هي حاجه بيولوجيه. يعني في مراكز بالدماغ هيجي وقت معين حتفرض حالها، حتشل الوعي وحتاخذك على رحله النوم. اوكي، ولكن لو عندك اضطراب معين وفي بالنوم فوق الـ40 اضطراب مختلف، لازم تتعرفي على الاضطراب هي وبدك تزيحيه من الطريق، هيرجع نومك. مستحيل انه حدا ما ينام كفايه بدون سبب. تبركي مثلا انا كان عندي شغل وعندي اولاد وما اقدر نام الا للساعه 12 واوعى الساعه 5 الصبح، شو بدي اعمل بهالحاله؟ ايه اوكي، بدي بتقولي لي انا عندي هي وعندي هي وعندي هي، ما فيني ادفع فاتورة الكهرباء، هيقطعوا لك الكهرباء. ما عندي ادفع السليولار، حينقطع السليولار، حياخذوا عطا، في ثمن. جسمك بده يشتغل ويقوم بمسؤولياته، بدك تعطي له الوقت المحدد. نعم. اللي من خلاله حيتجدد. يعني انت ملاحظه كنا عم نحكي شوي عن الظلام والضوء. انا ما قلت الضوء والظلام، انا بقول الظلام. يعني ال 24 ساعة بحياة الانسان بتبلش برحلة النوم. رح نكمل موضوعنا. لو رحلة النوم منيحة حيفيق منيح، بس مش العكس. حنكمل موضوعنا بس ما بدنا نطر المتصل. الو. الو، مرحبا. مرحبتين، تفضل. انا منير من لبنان. اهلا وسهلا فيك منير. بونسوار فيك ولا دكتور. بدي اسالك سؤال. نعم، تفضل. انا بشرب قهوة قبل الظهر، يعني ما بشرب بعد الظهر كرمال اقدر نام. بس اخر فترة لاحظت انه عم بشرب فنجانين قبل الظهر عم فيي نام. اذا بيطلع فوق الفنجانين يعني 3 فنجان 4 فنجان عم بقلق بالليل حتى قبل الظهر. يعني هذا له علاقة بالنسبة بالنهار او يعني قد ايه المفروض اخذ نسبة قهوة بالنهار؟ أيوة. شكرا لك منير. شو سؤالك؟ السؤال عم بيشرب قهوة بالنهار، وقت يشرب فنجانين بينام عادي بالليل. أوكي. وقت يشرب 3 فناجين او اكثر من 3 فناجين ما عم بيقدر ينام، شو هي نسبة القهوة اللي لازم يشربها خلال النهار ليقدر ينام؟ سؤاله او المداخلة تبعه مهمة كثير. توضيحها انه في علاقة بين بعض اشياء بتوعي الدماغ مثل الشاي والقهوة والدخان والنوم. في واحد بياخذ ركوة قهوة على أوضة النوم وبينام، لأن هو الكافيين هو عنده حساسية كثيرة، مش حساسية يعني بيرعاه، لا، هو مفعولة طويل المدى بالنسبة لإله. يعني فنجانين، أنا بفضل فنجان حتى بالنهار. لو أخذ فنجان واحد بس يشوف شو قديش تأثير النوم، حيقول لك أنا نومي صار أغمق، صار أنا يمكن بقوم أبكر بثلث ساعة، شبعان نوم أكتر.
عم تفهميني؟ مما يعني انه فنجان واحد بيكفي. نعم. مش عم بقول له وقف القهوه، لانه نحن عايشين بعصر معين ما فينا نعيش بدون ماده الكافيين، مستحيل. ليه؟ لانه الحياه سريعه، متطلبات كثيره، اشغال قليله، مدخول قليل، تلاقي بعض الناس او ناس كثير بيتعملوا وبيشتغلوا بالنهار وبيشتغلوا بالليل كمان. بيأسروا بالنوم، بيقوموا على بكره بده يقوم بده يسوق، بيوعي حاله بفنجان قهوه. القهوه بتوعي البني ادم ل 45 دقيقه بعدين مفعوله خلص. بيروح. بس في ناس عند بعض الناس بتأسمه. رح نكمل موضوعنا دكتور، بس قبل رح ناخذ اتصال جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك علي. هيا لي. ممكن نكلم الدكتور؟ يعطيكم العافيه. تفضل، كل سنه وانت بخير. تفضل. والله يعطيكم العافيه ان شاء الله، بس عندي سؤال اخي الدكتور اذا ممكن، يعني سؤال حساس جدا. تفضل. طب ما بالك الدكتور بهالمساكين اللي بالمحتقلات ما يناموا، ما يناموا اللي بالمحتقلات والسجون اللي ما يناموا. نعم. ما يبغوا يناموا ساعتين حتى الساعه. شو عم بيقول؟ انقطع الاتصال. كنا عم نحكي. هو شو كان بيقول؟ كان عم بيقول انه في ناس بالمعتقلات سجون ما بيناموا كثير، وانقطع الاتصال. ما عرفنا شو الحل. ما يمروا على المعتقل. بده يعمل شيء معين ويدفع يكون سببه المعتقل ويكون مرتاح. مش منطق. سوري. تفضل. ايه كفي. نعم. في اشخاص ما بيناموا خلال الاسبوع لسبب كنا عم نقول يمكن شغل. أيوة. وبيقولوا رح نعوض خلال عطله الاسبوع. ايوه، هذا الشيء يمكن بيرجع بيعطيهم صحتهم، بخفف عنهم الاضطرابات النفسيه. ما بتركمي ديون، يعني انت مثلا عندك ديون بالبنك، ما في بنك بتلفن لك بيقول لك رينيه تعي ادفعي الفاتوره كلها، ما بيقسطوا لك اياها. فاذا انت فيكي تعوضي عن النوم المفقود، عن الدين، بخلال ساعة أكثر. يعني لو أنت خلال الأسبوع بتقومي الساعة 7، السبت والأحد بتنامي لـ8 وفقط. إنك تكري للساعة 12 عم بتسممي حالك. ليه؟ لأنه النوم بالنهار، النوم من عمل بالنهار. للنهار. حتى لو سكرت الأوضة وشددت البرادي، الساعة البيولوجية بتتابع ممر الشمس، بتعرف وين صرنا الساعة 11 12. طول ما هي الساعة بتعرف وين الشمس، هيكون نومك خفيف ومفتفت. فإذا يعني مع الأسف اللي بيشتغل بالليل ما في عوض بالنهار. لهيك في قوانين دولية أقوى من قانون الدولة، تنفرد على الدولة، على كل دولة. يعني شوفي امبارح شو صار بفرنسا، اخذوا قرار الموديلات هدول اللي عندهم انوركسيا ممنوع، لازم يوزنوهم قبل ما ممنوع انه هيدا اللي بيعمل موديلات يفرض على الموظفين اللي عنده انه يموتوا من الجوع، لانه مناعتهم بتروح، حياتهم الجنسيه بتروح. في قوانين دوليه، او صار في هلا شيء قانون اسمه شيفت ورك، يعني لا. ثلاث اشهر من هون لهون، ثلاث اشهر من هون وباتجاه واحد، يعني ببلش بالليل بعدين ثلاث اشهر بالنهار بعدين ثلاث اشهر بعد الظهر. اما بلد فوضى بتلاقي ممرضه بقالها 10 15 سنه بتشتغل بالليل، شو نسب السرطان عندهم؟ بالريح. نعم، بتزيد. دكتور، حنشوف هلا تقرير عن الفحص اللي بيصير لمعرفه اذا كان الشخص بيعاني من اضطرابات النوم. اوكي، بس قبل خلينا ناخذ اتصال. تفضلي. قطع الاتصال. خلينا لكن نشوف التقرير. اوكي.
اللي عم تعمله هلا؟ انا مش شايف شيء. في وين في شيء؟ بدك تمرن على السكرين. وين؟ نعم فيك تخبرنا؟ ايه، التخطيط هيدا غني كثير بالمعلومات. هيدا المريض بيعاني من شيء اسمه اختناق ليلي، يعني بيجي بالليل وبينسى يتنفس. اذا بنحط شريط على صدره وشريط ثاني على بطنه، نعم، لنراقب لو بيتنفس منيح او لا، او بفتره معينه بيوقف. بنحط له شرايط على دماغه، لانه شايفه شرايط على دماغ، لانه لنعرف مرحله النوم. كل مرحله لها كهرباء مختلفه، اذا لنعرف بيختنق امتين. عم تفهميني؟ وبنحط له نسبه اكسجين. يعني بتعرفوا شو المراحل اللي عم بيقطع فيها؟ طبعا بدي اعرف انا بيختنق امتين. عم تفهميني؟ بدون التخطيط الدماغ ما بفهم. وبتوصل تتركوها تنام هلا؟ ايوه انت شفتي اوضه نوم عاديه، الصواري واحد بيمرقوه على المستشفى بيحطوه بالعنايه ليعملوا له التخطيط للنوم. ولك ما بينام، لازم تكون اوضه ما فيها شيء ابدا الا اوضه نوم. وهلا عم نراقبه، نحن بنقعد وبنتابع المريض شو عندها. تاكي كارديا، شايفه كيف قلبه عم بيدق؟ نعم. فوق في اوبستراكتيف ابنيا، المريض عم بيختنق، بيكون هو نايم وما معه خبر اللي بيختنق، ولكن هيدا بيعطيه اشاره انه الاكسجين اشرط تحت ال 95. عم تفهمي؟ هيدا المريض اختنق لل 83، بسبب اخطار قلبيه ودماغيه. رح نحكي عن حاله الاختناق، بس معنا محمد من السعوديه. الو نعم، رح نحكي عن موضوع الاختناق. الاختناق بتختلف عوارضه حسب اي مرحله بيصيب الشخص النايم؟ هو بيجي بس بالنوم الغبي. بس بمرحله النوم الغبي. ايوه. بس بيخربط النوم الغبي بطريقه انه ما بيخليك تمرقي على مرحله الحلم. بتلاقي المريض بيقوم على بكره تعبان ومزاجه عاطل كثير، لانه ما مرق بمرحله الحلم اللي هي مسؤوله عن المود تبعه، عن مزاجه، هي اللي بتظبط له مزاجه. عم تفهميني؟ في عده انواع من الاختناق الليلي. مثل في اختناق اوبستراكتيف، يعني بكثر ما هو ناصح. هو شو هو الاختناق؟ نحن عندنا مجرى هوائي ببلش من هون، بينتهي بحبال الصوت، بعدين الرئه بتبلش. المجرى هي ما في عظم او حديد، رخ وعضلات. فاذا لو واحد ناصح كثير ورقبته عم بتربي شحم، بيجي هو بالنهار ما بيختنق لانه هو واقف. بيجي بينام بتلاقي الشحم كبس عليه، بيسكروا المشرب. هذا بسموه اختناق ليلي بالاوبستراكتيف، بالتسكير. في واحد ثاني بتلاقيه هالضعف، هذا ضعيف، بيجي بينام. حبال الصوت لازم يجي لأوامر من الدماغ ليكونوا بعاد عن بعض، لانه عن كل حبل عنده عضله شمال عضله يمين. اوامر ما اجت بتلاقي قربوا عن بعض بيعملوا صوت، اللي هو الشخير. الشخير شو هو؟ صوت. لو دقروا بعض 100% بيوقف الهواء، بتلاقي نقص، اختنق. بتلاقيه بالليل بعدين لو مرته ما وعته هو حيوقع. عم تفهميني؟ فاذا نحن بنضحك بس، يعني ممكن تكون هالحالات اوقات مميته، ولا هي بس مثل خنقه ونقزه وبيوعى وخلص انتهت؟ انا ما بحب اخوف المريض، يعني ما انا لو ما اجيت لعندي حتموت، ما. ولكن كل الدراسات بتقول انه لو الاختناق صار مزمن، مش عم بقول واحد جرب واختنق لمده 10 ايام، بس انه واحد بقى له 10 سنين عم بيختنق. الدم وقت ما بتختنقي الدم هو لازم يكون احمر، يعني لو المريض انجرح بالنهار بتلاقيه بينزف شوي قبل ما يعمل جلطه. اما لو هو اختنق اكسجين، عنده ربو مثلا بالنهار، اكسجين اشرط تحت 95، الدم بيصير كحلي، بيصير مثل الشحم، مثل الزيت، بيمرق بالشرانين ببطء. حتى لو الشريان صحته منيحه ممكن يجي فجاه ويوقف بالشريان، بيصير له سكته قلبيه. نعم. او فالج.
رح ناخذ دكتور اتصال. كان في عالم بيقولوا انه انا ما بحلم. ايوه طيب، هل ما بيتذكروا حلمون او هن عن جد ما بيحلموا، ما بيمرقوا بمرحله الحلم؟ اوكي، مستحيل حدا. شوفي، في مراكز دماغيه، ها، في مركز للجوع بجوعك مره اثنين ثلاثه اربعه، ما عندك وقت، بيجيب زميل له اللي هو تبع الدوخه، بتوقعي على الارض، شو بيعملوا؟ بيجيبوا لك كوبايه مي وسكر. عم تفهميني؟ فاذا في مركز للحلم حيفرض حاله غصب عنه. لو انت عملتي اشياء مثل اختناق الليلي مثلا، ما بيخليكي تحلمي. اوكي؟ او في دواء حكم الاول قلبي وصفوه للضغط، مجموعه اسمها بيتا بلوكر، بتمحي الحلم. شو حيصير؟ المريض مش بس حيكون عنده أرق، حيصير عنده اضطراب تاني ما في أخطر منه، اسمه ناركو لبسي. يعني بتلاقيه هو عم بيسوق، هو عم بيشتغل، هو عم بيعمل أي شيء، مين تهجم عليه؟ مش النوم، الحلم. لأنه الحلم بيختلف عن النوم. النوم ما في شلل 100%، الحلم في شلل 100%، لحتى ما تعيش الحلم، لحتى ما تلعبي فوتبول، يعني ما تتهجمي على شريكك بأوضة النوم. فإذا الحلم دائما معه شلل. بالتالي لو انت ما خليتي مركز الحلم يشتغل ليدون المعلومات ويقوي حياتك الجنسيه، عنده مسؤوليات، ها، حيتهجم على الوعي. هو الحلم اقوى من حاله الوعي. بس تنوضح للمشاهدين، يعني بيوصل لمرحله الحلم خلال النهار؟ لو حرمتي المريض من، لو خلقتي جو معين من خلال اضطراب اسمه اختناق ليلي، او من خلال مجموعه ادويه بتمحي الحلم، الحلم حيظهر. ما فيك تمحيه، يعني المركز بدماغ مش حيموت، حيضل يجرب يجرب يجرب، حيرجع فتره الوعي، حيتهجم على الوعي. ما بتشوفيه قاعد على التلفزيون، ها، فجاه عم بشنخن، شو عمل؟ عمل هيك، هو انشل. الشلل هيك مش معناته انه هو بالنوم الغميق، هو صار بالحلم انشل. وهون خطورة الموضوع إذا كان عم بيسوق أو إذا عم بيزاول حياته اليومية. 20% من الحوادث المميتة بالعالم، 20% بتصير على بكره بين الساعة 5:30 و7:30 من ناركولبسي. في حوادث رهيبة صارت بالعالم مثل شارنوبيل، وبأمريكا لونج آيلاند عنده ممول نيوكلير، ممول أكبر كارثة بالعالم بالبترول، صارت من باخرة جاية من ألاسكا. القائد نام، ضربت، راحت البيئة كله، خرب البيئة كلها من ناركولبسي. إذن النوم منه مسحة. شوفي، ما تاخدي وتعطي مع النوم، ما تهملي النوم او تتكبري على النوم، حتدفعي الثمن. دكتور رح نكمل معك، بس قبل خلينا نتوقف مع بريك. مشاهدينا، بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام، او عبر رقم الهاتف اللي عم بتشوفوه باسفل الشاشه. بريك ورجعين لكم.
وصلنا مشاهدينا إلى الجزء الثالث من حلقتنا. دكتور إلياس الباشا رح بيكمل معنا. لكل اللي حابب يطرح أي سؤال مباشرة على دكتور إلياس فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر رقم الهاتف موجود بأسفل الشاشة. أما هلأ خلينا نشوف سوا تقرير لحتى نعرف من خلاله رأي الناس شو يلي عم بيسبب الأرق وقلة النوم. في كثير اسباب بتخلي الانسان ما ينام. يعني اوقات اذا بكون عم بفكر بشيء، في شيء عنده مشاكل، بصير معه قلق، هي يلا وجع بطن، كلوي، راس، عين، دينه، سن، اللي بدك اياه، نفع اللونز مثلا وشويه مشاكل اذا كان مشاكل مع الحبيب او مع عائليه، وات ايفر ذا كيس از. عرسي هلا عرسي بعد شهر، فكتير اعطيني هون. تليفون هو اللي بيخليني، يعني عادة بضل بسمعه، أحيانا حتى لو كنت مرن بكون عم بسمعه عم بيرن هيك، يعني نوع من التعلق، هو نوع من في حدا حكاني، في شغل ما في شغل، واحد بضل مقلق من التليفون. أيام الستريس الزيادة عن زوم مثلا، هموم الشغل، إذا في عندي شي مشكلة، هاي القصص يعني الرئيسية اللي ما بيخلوني نام. أنا ساعة بفكر بدي نام، نام. ولا بشي بقلق لي، للشاي، للقهوة، للمتة، لأي شيء. إذا متعشة أو إذا عم فكر كثير، ممكن أقعد شي ثلاث ساعات بالتخت ما أقدر نام، يعني بكون عم فكر، عم يبن براسي. تفكير أكيد. إنه في البيبي بدك تحضري له حليب وهيك، برجع بفيه، برجع بينام، حسب. دكتور، هل الأسباب اللي قالوها هلا العالم هي كفيلة إنه تسبب اضطرابات النوم، ولا ممكن يكون في أسباب تانية بعد؟ في أسباب كثيرة 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 حقيقة. الأسباب ممكن تكون أعداء النوم، يعني في مجموعة أشياء عدوة للنوم، لو موجودة بده الواحد يتخلص منها. مثل ما عم بيقول، زيادة التفكير بطريقه انه ياخذ التفكير على اوضه النوم، بطلت تكون اوضه نوم، بتصير اوضه مشاكل. ونحن ذكرنا هذا الشيء خلال الحلقه. انه مثلا واحد عنده اختناق ليلي ومش سألان، واحد اجريه عم بتكربش ومش سألان، واحد عنده كوابيس ومش سألان. اكثر من هيك، مثلا في امراض، واحد عنده وجع مزمن. يعني أنا متخصص بشيء اسمه الوجع المزمن، مش حيلا أي وجع، هو اختصاص خاص بالنوم. لازم نعرف ليه في الوجع المزمن ونشيل له الوجع المزمن. عم تفهميني؟ نعم. إذا هي مجموعة اضطرابات موجودة بالنوم، لازم نتعرف عليها ونتخلص منها. يا إما النوم بيصير طبيعي إنه يكون مضطرب. أوكي. في أشياء تانية، في امراض عضويه، مثلا واحد عنده ربو، واحد ما في بالنهار عم يتنفس عاطل، كيف بدك اياه يتنفس بالليل؟ عم تفهميني؟ نعم. واحد صار عمره 20 سنه وبعده عم بيبول على حاله، قولك معقول؟ ما عنده مشكله كلى. نعم. يعني يا اما الايام الكلى قاشطة، يعني المشاكل الطبية بتمنع كمان انه الواحد ينام. مثل ما شفنا هلا بالريبورتاج، في امرأة بتقول انا وقتها بدي نام بنام، لو شو ما كنت عاملة، شربانة قهوة، عم فكر، وقتها بدي نام بنام. ايوه يعني في واحد يتحكم بتفكيره ويقول خلص انا وقتها بدي نام بنام. قلت لك اول مرحلة بمرحلة النوم هي مرحلة النعاس. مرحلة النعاس هو شلل للوعي، يعني الواحد يبطل يفكر، يبطل يركز، يبطل يتذكر، عضلات ظهره بتنشل، بتلاقي ما بقى فيه يقعد على الكرسي. أنا قاعد لأنه عضلات ظهري ورقبتي عم بيشدوا، هو بيرتخي، بتلاقيه بده يتمدد، جفونه بتتقل. هي كلها أشياء من الصدفة،
هيدا مفعول الميلاتونين. نعم، ان شاء الله كل الناس بيقدروا يتحكموا في الاولاد. ولك شوفي الاولاد بتلاقيه نام بالسياره، بتلاقيه بالصالون نايم، والناس والتلفزيون. لا، ما في شيء فكر فيه. دكتور رح ناخذ اتصال نرجع نكمل معك. الو الو، مرحبا ميرنا، كيفك؟ وي بونسوار. بونسوارين، تفضلي ميرنا، شو حبه تطرحي سؤال على الدكتور؟ وي، كنت حابه اسال حكيم، انا بلاقي مرات بوعى، جوزي بصير بحسه بيتنقوص كثير، بقى بدي اشوف اذا هيدا الشيء له علاقه بمشاكل خلال النوم يعني، او اذا عنده شيء بيعاني منه، ممكن اشاره تكون. ما كان واضح سؤالك ميرنا. كانت عم بتقول انه خلال الليل بتلاحظ انه جوزها بينقص كثير. بختبئ. شو لازم تعمل؟ لازم عم بتقول شوف. لشو بيعود هيدا الشيء؟ لشو ممكن يعود هالاختناق؟ بيعود مثل ما قلنا، يا اما في اشارات، معظم الايام في اشارات بدماغ ما بتيجي. كفايه لحتى المجرى يضل. الناس دول الاشارات هي ما بتيجي للمنطقه هي بس، بتيجي لعده اشي، بتلاقيه يعني هيدا حالة مثلا تمه مش مسكر، التم ليسكر لازم يجي معلوم، بتلاقيه ما بيبلع ريقه. ليه ما بيبلع ريقه؟ لانه ما في اوامر ليبلع بالليل، مش انه هو عم بيزيق، في مجموعه اشياء. بس تقعدي مع المريض وتفليه، ها؟ بتقولي انت عم تختنق. نعم. والاختناق يعني ميرنا بسبب ميرنا حالتها، حاله جوزها هي حاله الاختناق اللي حكينا عنها. رح نكمل معك دكتور، بس قبل رح ناخذ كمان اتصال جديد. الو الو الو، بونسوار. اهلا، كيفك سيمو؟ ممكن هلا ممكن احكي مع الحكيم؟ تفضل. تفضل حبيبي. بونسوار. اهلا حبيبي، تحية لبرنامجكم، يعطيك العافية. شكرا. خليك. ممكن بس ناخذ نمرة الحكيم إذا عنده أي نقاط تحت أو كلامي. نعم، فيك تاخذها تحت الهواء. في عندك سؤال على الهواء؟ لا ما في على ولا لا، ما في شغلات كثير بدنا نحكيها، بس إنه تفضل إنه روح على الكلام. نعم. بدي أتشكر اتصالك سيمون، بدي أرجع لإلك دكتور. شخصنا شو نوع الاضطرابات بعد التشخيص، بيجي العلاج؟ كل شيء في علاج، لانه هي كلها اضطرابات. الترجمه من الترجمه اللاتيني بالعربي ما بتوفي. بالعربي بالانجليزي disorder. disorder يعني عدم ترتيب، بيترجموها بالعربي اضطراب. شو لها علاقه اضطراب بالديزوردر؟ ديزوردر بتلاقي طريقه بترجعي الاوردر، يعني هيدا هو النوم. ما عنده مرض، ما في شيء اسمه ضغط، ما في شيء اسمه سكري. هو بيخلق امراض، ولكن هو عنده ديزوردر. طيب شو العلاجات باختصار دكتور؟ نقل عن شو عم تحكي؟ عن بدايه عن مثلا ضعف النعاس. نعم، قلنا فيها ضعف النعاس في برنامج معين. بنخلي المريض اول شيء يحضر حاله، ها، ليطلع على المطار وياخذ الطياره برحله النوم اللي سبق وقلنا هذا. ايوه، بده يكون عنده باسبور، بده هي بده. نحن قلنا بده ياكل بكير، بده ما التمارين تكون بكير، بده وفي يروح على بس ورسالة على المطار، في تاكس فري شوبينج، في ياكل يشرب حليب وياكل هي وهي، بيقولوا النعاس وبيمرق على اوضه النوم الا لو هو نعسان. بس انه لو مرق على الريستوران ومش جوعان بقول لك بيحطوكي. مظبوط. اول دكتور، هل في اول شيء اللي هو بسموها سليب اون سيت ديز اوردر، يعني تأخير في بدء عملية النوم، هيدا اضطراب مهم كتير. اوكي، الحل منه هين كتير. رح نكمل موضوع العلاجات، بس معنا بوسينا من سوريا. اهلا وسهلا فيك بوسينا. اهلين، اتفضلي. ممكن احكي مع الطبيب؟ نعم. أهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، شكرا كثير على هالبرنامج الحلو. ايوه، شكرا لك. اهلا وسهلا. تفضلي بوسينا، شو سؤالك؟
سؤالي، أنا كتير نومي خفيف وكتير نومي يعني صعب. السؤال، أنا نومي كتير خفيف وكتير صعب. نعم. أوكي. إنه نوم خفيف نوم هو خفيف. جزء من النوم نوم خفيف. هي وجودها بالنوم الخفيف بتعمل إشياء كتير جسمها بيساعدها بالنهار. أم إنه عندها نوم غميق قليل؟ لازم تشوف السبب. لازم مثل ما كده عم نقول، أول خطوة نحن بنطلب من أي مريض قبل ما يجي بنقول له بدك تنام بعد ساعة، بتجيب حدا من أهل البيت يقعد حدك لمدة ساعة. نعم. يقول لي هل أنت بتشنخر؟ هل بنقطع التنفس تبعك؟ هل إيدك بتنفض؟ هل إجرك بتكربش؟ هل تمك مفتوح؟ طب أنا حجيب المعلومات هي من وين؟ كل واحد مريض بده يجي لعندي بدي نايمه مثل ما شفتي بهي مستحيل. اللي بينام وبيعمل الرسم هي بيبقى في نسبة معينة وفي indications يعني معينة إنه تقعدي مع المريض، لأنه لا أنا يعني أنا بلشت أنا المركز تبعي بالنوم كان أول مركز بالشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية من 1989. ما في مرة عملت تخطيط وإلا ما كنت موجود. نعم. فإذا التخطيط بياخد من وقتي أنا كمان. نعم دكتور. أنا اللي عم تابع، شفتي أنا بتابع. فإذا إنه كل واحد بدك تخطيط، طبعا عاجب له ألف نهار من وين، سوري يعني. نعم. دكتور اتصالات كتار وبدنا نجرب نرد على أكبر عدد من المشاهدين. حاضر. سكتيني وقت ما فيك. ألو. ألو. أهلا وسهلا فيك عبد الستار. يا ستي عندي سؤال، أنا من العراق. تفضل. أنا بالنوم يعني كل ساعة ونص أقعد من النوم، يعني كل ساعة ونص أقعد يصير عندي تبول بالليل كل ساعة ونص، فلهذا نومي كله قلق. نعم. بيقوم بيقعد ساعة ونص لينطر. ما عندي أي مشاكل مرضية يعني، أي مشاكل تفعنا. مرضية ما اتفقنا. أوكي. يعني كل ساعة ونص بتقوم من النوم. نعم كل ساعة ونص يعني تقريبا ساعة ونص إلى ساعتين أنا أقوم بالنوم يعني. أنا عمري 58 سنة يعني. نعم. أوكي. شو عم بيقول؟ بدك تشوف حل لهذا الشيء. نعم أثبار القلق يعني من النوم يعني، أنا كل ساعة ونص أنا أظن من النوم يعني أقوم وأروح التبول يعني حقيقة. نعم. أوكي. شكرا لك عبد الستار، أكيد الجواب رح يكون مع الدكتور. لازم يجيب لي معلومات عن نومه من خلال حدا بأهل البيت مثل ما كنا عم نحكي هلا. اللي بينام ساعة ونص وبيقوم ساعة ونص ويقوم في سبب معين بيوعيه، بس هو ما بيحس بالسبب. أهم سبب بمعظم الحالات هو اختناق ليلي. بعدين نصيحة، بس يقوم بعد ساعة ونص ما يقعد بأوضة النوم لأنه هيبلش يفكر، بيطلع من أوضة النوم بيقعد بالصالون، ما يحط ضوء قوي، ها؟ يطول باله شوي، يشرب كوباية أو فنجان شاي ساخن، ربع ساعة حيجي له نعاس، يرجع أوضة النوم يستهلك النعاس، أما إنه يقعد بأوضة النوم ينطر النعاس، النعاس مش حيجي. نعم، يعني كل الخطوات اللي ذكرناها خلال الحلقة هي أنواع من العلاجات. كله ما نحن ما عندنا ولا سرطان ولا ضغط، ما عندنا هالاشياء. النوم هو حاجه بيولوجيه ولكن هو تصرف. فاذا لو انت بتتصرفي خطا مع النوم حتدفعي الثمن كل ما فيها. نعم. دكتور بدي اتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي اعطيتنا اياها، بدي اكيد تطلع علينا مره ثانيه بحلقتنا. هذا الشيء بيرجع لكم، بيكون انا لي الشرف. شكرا. مشاهدينا لكل اللي حابب يتواصل معنا فيكم تتواصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر رقم الهاتف الموجود باسفل الشاشه. نحن بريك وراجعين لكم. ميرسي.
وصلنا إلى الجزء الرابع من حلقة اليوم من صحتك بالدنيا. رح ينضم لنا هلأ دكتور مرام حكيم، طب عام وعلم نفس، وهن الدخيل عبود أخصائية تغذية. بتذكر كل المشاهدين أنه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان عندكم أي سؤال حابين تطرحوه مباشرة على ضيوفنا ما إلكم إلا تتصلوا على الرقم الموجود بأسفل الشاشة. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. نورتوا الاستوديو. ميرسي. منور. كثير منور. تفضل. دكتور، امتين بتكون اضطرابات النوم سببها نفسي؟ كثير من الحالات، هلا انحكى قبل عن اسباب جسديه، اسباب تتعلق بالتنفس، اسباب تتعلق بعده اشياء. الحالات النفسيه ممكن يكون هي نوع من القلق، انكزايتي، بتعمل مشاكل بالنوم. يمكن يكون مشاكل بالمزاج، يعني كل المود ديسوردرز، ان كان هي اكتئاب على الحل بنسميه يوني بولر ديبرشن او الباي بولر ديبرشن، بيصير كمان خربطه بالنوم. بحاله الاكتئاب مثلا، بعطي مثل، بيكون في اما زياده او نقصان بالنوم. بعض الحالات بيصير في عدم قدره على النوم. نحكي شوي عنها قبل، عن مظاهرها، السيمتومز تبع الاعراض. الاسباب النفسيه بتكمن بالمزاج او القلق، ستريس بيعمل هيك كمان، وكمان حالات نفسيه يلي اخطر من هيك، مثلا اذا حدا عنده انفصام او شيء من هالنوع كمان ممكن تاثر على النوم. في عندنا حالات اللي بسموها بي تي اس دي، بوست تروماتيك ستريس، هذه الحالات يلي بتصير بحالات الحروب او الفيضانات او الهزات الارضيه الى اخره، او تعنيف منزلي عند الاولاد. كله هيدا بيقدر يعمل هالشيء. رح نحكي عن هالشيء بالتفصيل، بس حابة أعرف أنتم كاختصاصيين علم النفس يمكن آرائكم ما بتتشابه مع آراء الاختصاصيين باضطرابات النوم، هل هالشيء صحيح؟ حسب مين أنا؟ أو بتعارضون؟ لا، ما بالعكس، أنا طبيب وعلم نفسي، أنا عندي اثنين سوا، ما في أي تعارض، بيندمجوا مع بعض، ما في أي معارضة. يعني وقت بيكون في مشكلة بالتنفس مثلا أثناء النوم، سليب أبنيا، سليب أبنيا علاجه الأساسي هلا هو المكنة، سيب أب. إذا في له أسباب نفسية بتخلي الواحد مثلا ياكل مؤخر، عنده يعني بداني أكثر من اللزوم، هدول كمان بيأثروا على النفس. فصار هون أسباب نفسية بتخلي الواحد يكون بدين زيادة عن اللزوم، أو ينام مؤخر، أو ياكل مؤخر، أو يقلق. والأسباب الجسدية بالنهاية بتعمل سليب أبنيا، فالعلاج بيكون اثنين سوا. بدنا نهتم للعوامل أو الأسباب يلي هي نفسية ومقابلة، ما بننطر، بدنا يعني نمشي العلاج اللي هو مكان التنفس. هذا عم بعطي اكزامبل واحد. بحالات تانية يلي مثلا القلق هو سببها، بدنا نعمل علاج نفسي، هذا منظار سايكولوجي. بس عقبال ما العلاج النفسي يبلش يشتغل، ممكن هالشخص كان صار له اسبوع او اسبوعين مش عم ينام منيح، فممكن نعطيه اما مادة متممة او مادة دوائية مؤقتا لا نعمل هالشيء. هنحكي عن كل العلاجات، بس قبل بدي اعرف من هند شو هو، كيف الغذاء بيساعد الانسان على نوم هني؟ لقلك شو الغذاء، يعني اذا نحن بدنا نقسم نوعيه الاكل ووقت توقيت الاكل كثير اكيد بفيد. يعني نحن في دائما مثلث ليكون مثل نمط الحياه الصحي، في اكيد النوم كثير شيء مهم. هيدا يعني هن مثل اذا بدك الوزن الزائد، إذا النوم مش منيح بصير عنا وزن زائد، رح نحكي بالتفاصيل أكثر عنه. وإذا عنا وزن زائد يمكن مثلا كمان من مسببات ما كان عم تفضل سبب اضطرابات. نوعية الغذاء، طريقة الأكل، كله كتير مأثر ببعضه، والحركة، الواحد يكون عم بمارس رياضة معينة، هدول كلهم إذا نحن عم نكون عم نمارسهم بشكل طبيعي بيكون نمط الحياة كله متوازن. كيف بصير في وزن زائد بحال في قلة نوم؟ لقلك شو، هي في الدراسات العلمية برهنت أنه يلي بيناموا قليل، الهرمونات اللي هي للشبع مثل اللبتين والجريلين. اللبتين هي مثل ها هرمون بيفرزوها الدهن بالجسم، بتنفرز من الدهن بالجسم، بتخلينا نحس بالشبع. هي بتصير بتقل إذا نحن مننام أقل، وقتا نحن ما بنعود نحس بالشبع بنصير بناكل أكثر. ونفس الشيء الجريلين يلي هي شغلتها العكس، يلي هي بتنفرز من المعدة، بتصير بتنفرز أكثر، بنصير بناكل أكثر. ها أول نقطة. ثاني نقطة، وقت نحن عم ننام أقل بنكون نحن تعبانين، نعسانين، هالأحاسيس مرات بتنخلط مع إحساس الجوع، بنروح ناكل أكثر،
بلس انه في عنا وقت اكثر انه نروح نفتح البراد ناكل بنكون ضايجين. هيدا يعني وقت ياكل اكثر هالشيء بصير خلال النهار او بس يوعى الشخص بحس انه بده نعم. طاقه يقدر ياكل او الاثنين. بصير ياكل مواد فيها سعرات حراريه اكثر، فيها سعرات حراريه، فيها غنيه بالسكر بالدهن، يعني اذا وعيوا بالليل بصيروا بياكلوا، وحتى بالنهار بصير كمان في زياده اكل كمان. نعم. هل في مأكولات بتسبب القلق؟ مزبوط، في انواع اكل خاصه اللي غنيه بالكافيين. لا هيدا معي بعرف بس انا عم بلمح. لا قهوه مثلا، الشاي، حتى الشاي الاسود، مرات الشوكولا، الهوت شوكليت، المته، احنا بلبنان في كثير ناس تشرب مته ما بتكون منتبهه. مش كل انواع الكامومي او التيزان اللي بيكونوا مثل ما هن حاطين انه فينا نشربهم كرمال للنوم او النوم الهني، بيكون فيهم كافيين. الكوك او كل انواع السوفت درينكس اللي فيها، او مثلا حتى في انواع المقويات اللي بيخدمون منشطات كرمال السبور كمان كثير فيهم كافيين، هالشيء كمان بقلق ما بيخلينا، يعني هي الابر ليميت انه ناخذ 400 ميلي جرام كافيين اللي هي تقريبا قد 4 فنجان قهوه. بس نحن اذا عاده مفروض ناخذ، اذا نحن بنتقلق لازم قبل 6-7 ساعات من ما ننام ما نعود ناخذ، بس في ناس اللي عندهم انسومنيا افضل انه ما ياخذوا. وحتى الديكاف القهوه اللي ما فيها كافيين فيها 2 ميلي جرام كل كبايه. نعم. يعني حتى هو اللي فيهم كافيين ما لازم انه يمرقوا هيك مرور الكرام، لازم ننتبه لهم. نعم. دكتور، هل المريض اللي عنده اضطرابات بالنوم ممكن يعرف حاله انه هيدا الاضطرابات عم بتعود لشيء نفسي ويقصد حكيم نفساني؟ بعض الحالات واضحه كثير، بيقول لي مثلا انا عم فكر كثير، عندي ستريس بالشغل، عندي مشكله مع مرتي، عندي، يعني بيكون واعي انه هو افكاره، كثره افكاره هي عم تضغط عليه ما عم تخليه يقدر يرتاح، يوصل هالمرحله يلي يفوت فيها من البيتا للالفا للنوم، يعني مراحل النعاس. فبيعرف بيجي بيكون واعي لهالشيء، ايام ما بيكون واعي، ايام بيكون مزاجه يعني بلش ديبرشن او شيء من هالنوع، او خصوصا اذا كان شخص يلي معه مانيا، يعني بالباي بولر في مزاج مرتفع، بيصير ساعات النوم تقل، يعني من 8 ساعات ل 6 ل 5 ل 4 ل 3 ايام على ساعتين. نعم. وهذا الشخص ما بيتشكى من المشكله، بفيق الصبح في عنده انرجي، يعني شغله غريبه شوي، بس هالاشخاص ما بيكونوا واعيين ليش في خربطه بالنوم. في مرات الشخص بيكون عنده مشكله بس ما بيربط بين مشكلته النفسيه، مثلا خناقه مع حدا او شيء، ما بيربط بينها وبين القلق اللي عنده. فبصير مثلا يشتكي انه عنده صعوبه اما ببدايه النوم او باستمراريه النوم، او مثل ما سمعنا قبل شوي ناس بتوعى كذا مره اثناء النوم، او احلام مزعجه، بيكون عنده احلام مزعجه، ولكن ما بيكون رابط بينها وبين مشاكله النفسيه. نعم. ففي فرق، لكن في ناس هيك وناس هيك. دكتور مرام وهند، رح نكمل معكم بس قبل رح نتوقف مع بريك، بدي ارجع اذكر المشاهدين انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر رقم الهاتف الموجود باسفل الشاشه.
وصلنا مشاهدينا إلى الجزء الخامس والأخير. بدي أرجع أذكر لكل اللي حابب يطرح سؤال مباشرة على ضيوفنا ما قالوا ألا يتصل على رقم الهاتف الموجود بأسفل الشاشة. أما هلأ نحن وأنتم رح نشوف تقرير عن اليوغا وكيف بتساعد على نوم هني. الجسد لما بيكون كتير ستريسي ويكون عليه كتير ضغوطات ما بيقدر ينام، بيتعب. فنحن على طول بدنا نبلش بالجسد، كرمال هيك منقول نبلش باليوغا. لما منرخي الجسد الدماغ بيرتخي، كرمال هيك اليوغا بتساعد على ارتخاء الدماغ سبسيكونتلي، يعني مع الوقت بيصير الواحد بينام احسن. اليوغا ان جنرال بتساعد بالنوم اكيد، بس في عالم عندهم معوقات جسديه ما بيقدروا يعملوا الحركات، ما بيأثر. المعلم اللي بتكون سيرتيفايد بتعرف شو عم تعمل، ساعتها لكل شخص بتعطيه اللي هو لازم يعمله، بس ان جنرال بتساعد. بس في امور كل العالم فيها تعملها، كبير صغير عنده معوقات جسديه، يما لا اتس فيري ايزي. وحده منهم اللي هي التو تابينج، بنصح كل اللي ما بيقدروا يناموا بالليل، عندهم انسوميا ما بيقدروا يناموا او سليب ابنيا مثل اليوم حكيوا عنهم، هو التو تابينج. يعني واحد هو ونايم بس يعني كأنه عم بزقف بأصابع إجري، وبده يعملها 100 مرة هو مغمض عيونه، و100 مرة مش مرة أو اثنين. وكتير مهم التنفس، واللي هو أهم شيء كرمال الستريس وكرمال النوم وكرمال افري داي الحياة اليومية هو التنفس. أولاً عطول عطول نتنفس من المنخار مش من التم أبداً، يعني بفوت نفس من المنخار بظاهر النفس من المنخار. كيف منتنفس؟ أول شيء بديكم تحطوا إيديكم على بطنكم، بنتنفسوا من المنخار، بتعملوا بالون كبير بالبطن، بتظهروا النفس من المنخار وبتبلعوا بطنكم all the way. بنتنفس بدنا نعد للعشرة، ولما يخلص ما بتاخد 3 دقايق، بده ينصدم بالريزلتس اللي عم بلاقيها بهالنتائج، انه سادنلي بيحس حاله كتير ريلاكس، كل اللي بده اياه بده ينام. مثل ما عم نشوف انه هيدي الحلقه مترابطه من ناحيه الغذاء والمشاكل النفسيه. دكتور، في ناس بيناموا عدد زيادة من الوقت، يعني بنقول 10 ل 12 ل 13 ساعه، صحيح. هل هالشيء كمان بيعود لمشاكل نفسيه؟ على الاكثر عفوا، صح. على الاكثر اذا واحد المزاج تبعه بلش يصير مكتئب، بصير هذا مش عم نحكي عن شخص اللي بياخذ مواد ستريت دراجز او شيء من هالنوع، لا عم نحكي شخص عادي بلش النوم يزيد ويزيد ويزيد، بحس ما بده يفيق الصبح، بحس بده يضل بالفرشه الى اخره. ممكن كمان بدنا نساله اسئله ونشوف اذا مزاجه عم يضطرب، عم يصير عنده حزن، يأس، عم ياكل زياده، عم ياكل اقل، لانه اضطرابات المزاج غالبا ما بتعمل خربطه بالنوم، بالاكل، بالحركه، سرعه الحركه والتحرك، بالكلام، سرعه الكلام، سرعه التفكير، وبالمشاعر اللي هي يعني من يأس لشعور بالحزن إلى آخره. بما أنه ذكرت الأكل كمان، صحيح. هند، في نوعية أكل إذا أكلها الشخص قبل ما ينام بتقله بنام وقت زيادة؟ في نوع أكل بتقله لأنه اللي غني بالدهون أو بالبروتينات
بالعكس بصير بيتقلق، ما بيسوى كثير انه ياكل هالشيء خصوصا قبل ما ينام، بس ليرتاح ويقدر ينام احسن. نحن كثير الدراسات برهنوا انه الحليب او الاكل اللي غني بالتريبتوفان اللي هو امينو اسيدز مثل حامض الامينه هو اسينشال، يعني ضروري نحن ناخده لانه جسمنا ما بفبركه. سو اكثر شيء موجود بكل شيء، لحومات اذا بدك، حتى بالمكسرات، بالحليب خاصه وباللبن. عشان هيك الاولاد قبل ما يناموا كثير بحبوا يشربوا حليب، والحليب اذا كان دافي حرارته دافيه كمان بعد احسن. كل ما نشرب شيء شوي دافي سخن كمان هالشيء بخلينا ننام نوم هني اكثر. ليه؟ لانه التريبتوفان هو بريكرسر، هو بيجي قبل السيروتونين اللي بيفرزها الدماغ لنحن نحس بالنعاس، نحس بنروق شوي، نكون مرتاحين. نعم. سو هيدي شغله. ايه تاني شغله بس لإلي كمان النشويات، يعني النشويات اللي شوي كومبلكس كارب، يعني اذا نحن بنمزج كورن فليكس مثلا مع الحليب كمان بيكون صار احسن، او موزه مع الحليب، هول كمان بنكون عم نزيد الكالسيوم والمغنيسيوم والتريبتوفان كلهم سوا. برهنوا الدراسات انه بخلوا الانسان ينام احسن. رح نكمل المايك هنا بس قبل ما انا اتصال. الو الو بونسوار. بونسوارين، تحياتك، فيني اسال دكتور سؤال؟ تفضلي. بسمع على التلفزيون ولا على التليفون افضل؟ على التليفون احسن، وبليز وطي صوت التلفزيون من حدك. طيب ميرسي. بدي اسال دكتور سؤال. تفضل. في جوزي بينام المساء عادي طبيعي، وبيقوم هو بيغفى شوي وبفيق مثل الاخوه، بيقول لي راسي راسي رح ينفجر. بقى شو فيني اعرف؟ ما عنده يعني اي مشكل اي شيء، بس بينام طبيعي وبيغفى ساعه ساعتين وبيقوم بيقول لي راسي راسي رح ينفجر، ما بقى فيني نام. عنده مشكله ضغط او شيء جسدي؟ قبل ما نسال على اشياء نفسيه بدك تشوفي اذا في مشكله يلي عم تعمل له وجع راس، لان اجمالا المشاكل الجسديه اكثر بتعمل وجع راس، خصوصا اذا نايم ساعتين. قالت ما انتبهت، قالت بنام ساعتين، بنام ساعتين ساعتين ونص وبقوم عم بقول مع وجع الم راس. بدي اشوف اذا في شيء جسدي، اذا في ارتفاع بالضغط او اي شيء ثاني، يعني افضل يعمل فحوصات جسديه قبل ما نقول انه في شيء نفسي، لان اجمالا الشيء النفسي بيقول لك مثلا حلمت منام عاطل، مضايق، شفت شغله انا ونايم، الى اخره، او مش عم بقدر نام. بس كوجع راس بده يكون له اسباب ثانيه، مش ضروري بس الضغط، في اسباب ثانيه. افضل يعمل فحوصات كامله للدماغ والراس والضغط كمان لحتى يتاكد انه ما في سبب نفسي، هذا كبدايه بتبلشي هون. نعم، معنا اتصال ثاني، ناريمان من لبنان، مرحبا. الو. تفضلي ناريمان. الو. نعم عم نسمعك، تفضلي. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. تفضلي، شو سؤالك؟ مش مسموع صوتك. ناريمان بدك تعلي صوتك بليز. الو. ايه تفضلي عم نسمعك. ايه يا حبيبتي، الو الو، بس ما عم بسمعكم انا. بدك تسمعينا من التليفون. ممكن نحكي مع الدكتور؟ تفضلي. تفضلي. زهر ناريمان. ايه عم تسمعينا؟ الو. تفضلي تفضلي. ايه نعم. ايه تفضلي. الو الدكتور، انا من مواليد 63. ايه نعم. انا من مواليد 63. عم نسمعك. تفضلي. تقريبا من شي ست سنين صار عندي شوك. اخذت دواء من عند حكيم اعصاب، يعني سيبرالاك. ايوه. شو سؤال؟ نعم. شو سؤالك؟ ما عم بسمع. شو سؤالك؟ صار لي ست سنين تقريبا باخذه. نعم. هلا انا عندي قلق دايم، ومن شي سنه ونص قلق دايم دايم دايم، يعني مش انه بيروح وبيرجع. طيب لأقول لك شو، نحن مش عم نسمع، يعني بدك تعرفي اذا الدواء عم بيعمل لك قلق. هلا رح جاوبها، لانه وعندي كوابيس كثير كثير دكتور، عندي كوابيس كثير، ما بلحق نام خمس دقائق.
دكتور حيجاوبك. شكرا لاتصالك. يعني الدواء اللي عم تاخذيه مضاد للاكتئاب واحيانا مضاد للقلق، يعني هذا الدواء له عده استعمالات، وكمان للفوبيا والوسواس الى اخره. ايام بيصير في اشياء جديده، الدواء لحاله اذا انعطى بمحله، يعني اذا التشخيص كان مزبوط محله، المفروض انه يستمر مفعوله، ما بيصير عليه تولرنس، الجسم ما بيتعود عليه. على كل حال نحن نطينا للدواء، انت يمكن يكون بدك علاج نفسي اكثر من الدواء كبدايه، بس كونك على الدواء ما بدك توقفيه فجأة، ضروري ما توقفيه فجأة. تروحي بتشوفي حدا بيقيم وضعك عن جديد. هلا 6 سنين بدون فولو اب، او ما بعرف اذا عم تعملي فولو اب ولا لا، بس بدون متابعه ما بيمشي الحال. يمكن في شيء جديد زعجك، يمكن في دواء ثاني فات على الخط بيعمل انتراكشن مع الدواء هيدا، ممكن يكون في اسباب ثانيه، فبدك اعاده تقييم للوضع، وبيسوى تبلشي تعملي علاج نفسي زائد او ناقص دواء، بس ما توقفي الدواء فجأة. يعني الافضل تستشير حكيمة. افضل تستشير لحد ما فيني اعرف شو اللي تغير عندها بحياتها. هند، شو بتقولي للناس اللي بيجوعوا بالليل، يعني على 11 12 ما فيهم ما يناموا الا ما ياكلوا؟ لازم ياكلوا شيء، بس ساعتها بياخذوا مثل وجبه منها كثير ثقيله، ما فيها دهون حيوانيه كثير مشبعه، يلي مثلا رح نقول مثل اذا شربنا لنفترض كاسه لبن، بقلب هاللبن في شقف فواكه مثلا فريز او موز مع رقائق الذره مثل كورن فليكس او توست عليها لبنه او اي شيء خفيف، لازم ياكلوه لهن ما يجوعوا. بيرجعوا مثلا اذا بيحبوا يشربوا مثل ما قلنا كمان انه التيزان او اي نوع مثل هيربز. هلا الدراسات ما انعملت، انعملت على حيوانات مش على ناس كثير، ليفرجوا قديش هالشيء بياثر انه بخليهم يناموا، بس مثل ما قلنا اذا كان شيء تيزان شوي سخنه كمان بتخليهم انه يشبعوا يرتاحوا ويكونوا عم بيناموا بلا ما يكونوا جوعانين، يعني ما لازم الواحد يكون نايم جوعان. النشويات كثير مهمة، البروتينات بكمية مش كثير عالية، والدهون الغير مشبعة، هول كلهم لازم يكونوا قبل ما يناموا ياخذوهم. نعم. هند ودكتور مرام بدي اتشكر وجودكم، بدي اتشكر المعلومات اللي اعطيتوها لنا وللمشاهدين. اما هلا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، بدي اتشكر متابعتكم، بدي اتشكر فريق العمل اللي رافقنا خلال هالحلقة. بكرة نتلاقى معكم بنفس الوقت مع موضوع جديد اكيد، وهو الوزن الزايد.